هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. حنبلش مع بعض أنا وياكي. أيوة. أول تحدي أشرح لك إياه بما أنه إحنا أول حلقة وإنت أول ضيفة معنا. أشرح لك أيضاً تحدي للمشاهدين اللي عم بتابعونا. تحدينا الأول بسيط، في عنا 20 سؤال، 10 أسئلة إلك و10 أسئلة إلي، راح نتحدى بعض بالمعلومات العامة ونشوف مين اللي راح يغلب الثاني. الله يستر، قشاش أنا في المعلومات العامة. الإشي بسيط. يلا. 100%. تحبي أنا أبلش ولا بتحبي أنت تبلشي؟ والله أنا أبلش، خليني. بتحبي أنت تبلشي؟ خليني أبلش. ليديز فيرست بتقولي سعاد المعدة. تفضلي. تم. يلا. السؤال الأول. قولي. أكبر حيوان في العالم. أكبر حيوان في العالم هو أكبر من حيث الحجم. الفيل. لا. طب خيارات أعطيني. أعطيك خيارات. طيب. إيش خيارات أصير؟ بعد الفيل ما في. مين؟ زرافة؟ جاموس؟ الحوت الأزرق. الحوت الأزرق. هذا اسم كتاب أظن لكم. طيب هيك أنا خسرت النقطة تبعتي. نشوف سؤالي. سؤالي أوكي. من هي يا ست العزيزة الممثلة الملقبة بسيدة الشاشة العربية؟ سيدة الشاشة العربية. طيري يا حمامة. أم كلثوم؟ بقول لك طيري يا حمامة، بتقولي لي أم كلثوم. مياده. حمامة. حمامة. فات الحمامة. فات الحمامة. أكيد مش ميادة حمامة. ميادة حمامة. مالك علقتي، بقول لك طيري يا حمامة. طيري يا حمامة. أنا فكرت مغنية. أنا ساعدتك، أنت ما ساعدتيني. أنا آسفة، خلص بساعدك في سؤال وراثي. 1-0 لإلك. هلا هذا سهل، استنى. قولي. أين يقع أطول برج بالعالم؟ اللي هو بفرنسا برج، لا أطول برج بالعالم برج خليفة في الإمارات. أيوة. الله عليك الجتاوي. ممتاز. ممتاز. احضري لي هذا السؤال. إلك على الخشوم والجيوب الأنفية. أنا عندي جيوب بس إن شاء الله. سعاد كيف في هندسة المفروض يكون إلها؟ بدرسوها في الهندسة عن جيوب الأنفية. جيوب. اسم التاف. أنت جيوب وجتا وأنسى الموضوع. أوكي. ما هو أو كم عدد الجيوب الأنفية في جسم الإنسان؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا درجة. أعطيني خيار. هاي بدها خيارات. أقل من 10. رقم زوجي. 6. رقمي. 8. 4. بدي جواب. الجواب نهائي. جواب نهائي. جيوب الأنفية مفروض في 1-2. 2. جواب نهائي. 4. ما تجيش رقم زوجي إلا حكيتي. أرسلك عبر. أربعة. خير. أو جوابك غلط. 8 جيوب أنفية. بس ما ساعدني. وينهم الثمان جيوب أنفية؟ مش عارف ليش كذي. لأن أنا بحس في جيب أنفي واحد لما يعملوا بس PCR هم لهم بطلع الفحص. عجب. هو فتحوا لك واحد الثاني سكر. 100%. يلا. النتيجة 1-1. تمام. هلا سؤالك إشي غير شكل. أوكي. أول دولة استخدمت الطوابع هي. خيارات. شوفي أنا لا مش خيارات. لا ما بدي خيارات. دقيقة شوف. انا متحير ما بين دولتين. ايوه. يا اسبانيا. يا بريطانيا. والله بيطلع منك ابدا. في منهم صح واحد. بس جد والله عظيم ناسي، بس خليني يعني بحس انه بفتره من فترات الانجليز كان عندهم تطور مهم في المراسلات. نعم. فخليني اختار بريطانيا. برافو. صح. برافو. 100%. والله هيك تمام. حلو. طبرة انا لحد هلا ما راح تشوفي الطبرة قدي عندكم في الصورة. يلا. رقم 3. مفروض سهل هذا السؤال. تمام. اي شهر تموز اللي بيغلي في الكوز؟ 7. صحيح 100%. الله عليكي. حلو. الحمد لله. سؤالك تفضلي ست العزيزة. ما هي عاصمة كندا؟ أيوة. شكله بفتح الجوجل بغصة. لا والله ما بفتح جوجل. هاي مش عم تشوف الأسئلة، بس هاي الأسئلة مفروض تكون مبينة، ما عم بفتح جوجل. طيب. عاصمة كندا والله بحاول أتذكر اسمها لأنه اسمها صعب. لأنه في ناس بيقول لك تورنتو، هي أتوقع أوتوا. برافو. والله وحش. بس صحيح؟ صحيح، إجابة صحيحة 100%. يلا ستي 3-2 النتيجة. 3-2 إلي. طيب. تفضلي. يلا. أنا سؤالي هلا. سؤالك عفوا. مالي أنا. يلا. أوكي. زيادة. النهر المسمى بأبو الأنهار الإفريقية. أبو الأنهار الإفريقية لو محلك بجاوب. سهلة.
أبو الأنهار الأفريقية. سهلة سهلة. أبو الأنهار وغنوا له كمان دجلة والفرات، وهو أطول نهر في العالم. نهر النيل. صحيح. الله الله عليك. مصر أم الدنيا. مصر أم الدنيا. بقول لك ما شربتش من نيلها. اه غششني انا على فكره، ولا هنت ولا انا هون. انت جد ولا بقول لك حمامه ولا بقول لك ما شربتش من نيلها. طيب خلينا بس نقطع الاسئله. انا من الاشياء الاصوات اللي عم بسمعها الزاكي. شوف انا بس بدي تحطنا وين وصلنا حاليا بسحورنا حبيب. حس احنا عم بتقلي الفلافله صح؟ ايش هو؟ بتقلي الفلافله بلجت 100%. بدينا بزيت نباتي، بعدين حطينا البصل خلينا يدبل ياخذ لون كثير حلو. بعد ضفنا فليفلة ألوان، احنا استعملنا 3 ألوان، أخضر أصفر وأحمر، وغطينا على الطنجرة تقريبا لمدة 10 دقائق لبين ما دبل معنا الفليفلة، ورح نقلبهم تقليبة بسيطة. تمام. ونكمل باقي الوصفة. يعني احنا من هون نكون مخلصين التحدي الثاني، معناته حتكون بتكون الصفرة كاملة جاهزة إن شاء الله. ممتاز. تمام حلو. طيب نكمل تحدينا، نطمننا على شحورنا. هلا بس نخلص راح نرد نقوم كمان مرة نطمن على شحورنا. نطمن رسمي نشوف بعدها. اوكي نتيجة 3-3. اه السؤال عندك ست العزيزة. اوكي ما هو رقم 5 عندك؟ اه ما هو جهاز قياس شدة الزلزال؟ رختر. ما طبعا سهلة هاي، فيش داعي نحتفل عليها. يلا اذا ستي قلنا لك رختر قياس الزلازل، كم درجة غليان الماء يا روس محلات؟ 100. الله. سلسيوس. سلسيوس كمان عرفت تحكيها. أنا كنت أحكيها سيسيليوس. طيب أوكي. طب تعرفي 100 سيليسيوس كم فهرنهايت ولا ما بتعرف منك مهندسة؟ 47. لا بدك فهرنهايت، بعطي أرقام أعلى. 74. أعلى من 100. أعلى من 100. لا ما راح تعرف تحسبيها. هي 212 فهرنهايت. 212 فهرنهايت. يلا لمعلوماتي العامة كويسة. أساس راح تستفيد منها كثير يعني. 100 سيليسيوس. استنوا على أرقام الفهرنهايت. 100%. طيب. تفضلي ستي، 4-4 والسؤال عندك. يلا. عندك يا. حلو. عندك يا أبو الحلاق. أيوة. يلا. في أي دولة تم إعطاء لقب فرعون فيها؟ سهل. في أي دولة؟ أعطوا لقب فرعون. اكيد مش بجزر المالديف اسامه. اوكي بس هو السؤال من كثر ما هو سهل يعني تتحير اذا تجاوبيه مصر. لا هو مصر. بعرف انه مصر بس كثير سؤال سهل. تحس طيب. فخ والله انكم مغاوزين. لا مش مغاوزين. طب يلا اعطيني اساس ان عاصمه كندا اوتوا اسهل يعني لو سالتك اياها حتعرفي. لا طيب ما هي لغه التخاطب عند النحل؟ يعني النحل كيف بيحكوا مع بعض؟ لا في لهم لغة جد بتخاطبوا فيها مش بزت أكيد. لا ولا هي يعني مؤثر صوتي. هل هي الرقص في الهواء أم بالأشعة تحت الحمراء أم عبر موجات الكهرومغناطيسية؟ تخاطر يمكن. تخاطر روحي. شو؟ حسيت الرقص في الهواء. أكيد مش الرقص في الهواء، إيش الكهرومغناطيسية هاي؟ بس يخلصوا وين بشحنوا؟ بشحنوا جوا يعني بشبكوا حالهم شاحن؟ كيف يعني كهرومغناطيسية؟ وين بشحنوا بس يخلصوا؟ كيف يعني؟ بتعرفش ما يبركي الأجنحة عندهم زي السخانات الشمسية بتطلعوا بشحن. أنت لا ما شاء الله مخك بس شكله مبدع في الهندسة. مش مبدع ولا يا روسن سهل. الرقص في الهواء يا روسن. يعني صح؟ صحيح 100%. بس انت ما جاوبت صح، ما راح احسبك اياه صح. اعتبر لا ما بعتبرها صح. طيب خلص ماشي. ولا اقول لك عشان انك ضيفي ورمضان تسامح اول حلقه. بعتبرك جاوبتي صح والرقص في الهواء ست عزيزه. ايوه والله بيعرفوا يرقصوا بالهواء. طبعا. تفضلي السؤال عندك يلا. يلا. كم ترتيب شوال بالاشهر الجهريه؟ الهجرية. الهجرية. عيد السؤال مرة ثانية. كم ترتيب شوال بالأشهر الهجرية؟ شوال بالأشهر الهجرية العاشر. أوف. صح؟ ما شاء الله كالكوليتر. رهيب صح؟ برافو. 100%. السؤال السابع بيقول ما هي أقدم عاصمة بالتاريخ؟
عاصمة؟ بالتاريخ. في أي دولة؟ هاي أمي هون قراب، قراب قراب كثير. هذا بيقول لك كان في شمشاح، شو كان في؟ شمشاح، شو كان في؟ الشمشاح سوريا. وين رايح؟ على البرية. ايه نزل على البرية. سوريا. مين هو؟ يعني عاصمة. شام. عاصمة. اه قربتي. ما هي عاصمة سوريا؟ شمشاح، برية، حجرة. دمشق صح. مش قلبي ولادي تقبرني. تقبرني. كان في شمشاح، شو كان في؟ شو كان في؟ شمشاح. تمام. تمام. دوري. تفضلي ست العزيزة. من هو النجم؟ دقيقة 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 دقيقة. قومي. ايش؟ الجرس برن. يلا. يلا نقوم. يلا. الجرس برن. يلا يا الله. يلا بينا. يلا بينا خلينا نقوم. الله. اوكي اخر كومنت معانا هلا راح يعملوا بن على الفيسبوك حيكون رابح معنا جائزه. احنا اي بوكس اخترناه بنسى هذا يمين اخترنا هذا. طيب شو حابه تختاري انت لانك ضيفتنا؟ يلا هيك. اوكي حلو هاي. هيك الرجال ايدك خربه دائما مش عارف. طيب اوكي الشخص اللي حاليا الكومنت تبعه انعمل له بن على الفيسبوك بنقول لك الف مبروك وربحت معنا يا سيد العزيز كالتالي وجبة الله لمين؟ لشخصين مقدمة من Let's Meet من Let's Meet قسيمة بنزين بقيمة 10 دنانير مقدمة من مناصير للزيوت والمحروقات وباكج العناية بالبشرة مقدم من مين؟ توني مولي ألف 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 مبروك ألف مبروك يا حلوين. راح نرجع نكمل التحدي تبعنا حاليا أنا روسن حلاق. النتيجة قد إيه روسن متذكرة؟ ستة إلي وخمسة ستة ستة تعادل ستة ستة حافظها أوكي ماشي روسن يا روسن السؤال عندي ولا عندك؟ عندي عندك تفضلي يلا من هو النجم الملقب بالنجم الأسمر؟ أنه المرحوم والراحل أحمد زكي يا ستي عزيزي الله الله يا زمن بحر معلومات إيش هو؟ ما شاء الله عليك بحر معلومات يعني والله يا أنس أنا مش عارف شو أقول لك بس إحنا هينا من نسمعه يعني الحمد لله زلمة ملم ملم أنا أسئلتي النحلة كيف تتخاطب؟ أنت بحر بحر طبايخ من الريحة رب الله الريحة قاتل كل واحد ملعبه بيه بالبيه الله يقويك شفلا راح نجيك كمان شوي سؤال بيقول في أي نادي بيلعب حالياً كريستيانو رونالدو؟ سهل يعني أنا أبداً ما بتابع الكرة طيب كان بالبرازيل هاد صح؟ كريستيانو رونالدو كان بالبرتغال ومن ثم لعب مع ريال مدريد وانتقل من ريال مدريد إلى فريق آخر إيطالي في أغنية يا روسن بتقول لك يا أبيض يا أسود قصة حياتي يبنتك الله عليكي صح صح عليكي يا عمي ممنوع شوف في ساعد ايش في لا لا اليوم اول حلقة يا اسامة وروسن انا الها معزة خاصة في قلبي فمضطر اساعد يعني شوف بدي اقول لك انت من مشيلك الحلقة الاولى انك تساعد روسن بس مو كمان مش كل ضيف عزيز على قلبك يجي تقول لي بدي اساعدها يعني اسمع بديش احكي كثير بالموضوع لكن روسن الها معزة خاصة وبعرفها من ايام ما يمكن كنت بريعان شبابي ريعان شبابك ما جايبينه عمره 60 سنة طيب سؤالك ستي سؤالي في أي دولة صنع أول قطار فائق السرعة في العالم؟ يا اليابان يا الصين أكيد صحيح بس أنا واحدة أتوقع والله أعلم والله أعلم أنه اليابان اليابان الله علي الله عليك بتجيت والله إبداع اليابانية أكيد والله شوف اهتماماتك بالرياضيات كيفك أنت والرياضيات؟ الله يستر أنت مهندسة قولوا والمفروض إلك على الرياضيات والذكاء بس أنا من المعلومات العامة يعني عم بفكر أدور مين أعطاك شهادة الهندسة أنت فهمت كيف؟ لا لا تقولي هاي الكلمة بالداية طيب أوكي مو جاوب هذا السؤال عشان تثبتي أنس أيوة أنس أخسر. والله أنت جاي على الشخص الغلط بالرياضيات أنس يعني. رجاء أن تخسر أنت شف لا لا جاي علي بالغلط بالرياضيات أيوة. أنا أسوأ واحد بالرياضيات بسم الله الرحمن الرحيم كم مرة يتم الحصول على الرقم 8 من الأرقام 1 إلى 100 كيف بالله يعني كم مرة نقدر نحصل على الرقم 8 من الأرقام 1 إلى 100 مش فاهم السؤال كم مرة يتم الحصول وانت بتعدي بالضبط وانت بتعدي للمية كم مرة بطلع معك رقم 8 مرة كيف؟ 8 18 28 38 مضاعفات الثمانية قصدك
مش مضاعفة التمرين. 8 و كم بطلع كم مرة بطلع رقم 8 من 1 ل 100؟ اوكي 10 مرات. ركزي تعالي نحسبهم مع بعض. ماشي يلا. 8 8 18 28 38 48 58 68 78 88 98 98 10. لا مهندسة. لا 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 مهندسة بس لا مهندسة. ايش 80 81 82 83 84 10 و10 20. الله عليها الروسن. بيعمل 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 والله مهندسة يا عمي. غلط شادر 100%. تمام. كونك برشلوني تفضلي. كم مرة ميسي فاز بكأس العالم؟ ميسي مين ميسي؟ ميسي على صح على قولت السوريين. ميسي 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 بحياته ما رفع كأس العالم بحياته مع تاريخ يعني لعبه بالأرجنتين ولا مرة حاز على كأس العالم وهو بلعب مع فريقه. برافو عليك. الله يسعدك يا رب. وبعدك بتشجع برشلونة؟ ايش هو؟ بعدك بتشجع برشلونة؟ والله يعني بشجع برشلونة بس مؤخرا من سنة بطلت أتابع رياضة كرة قدم نهائيا. ليش أضربت عنها؟ مش أضربت عنها ما كنتش مقطع حالي فيها يعني بس خلص بطلت كثير مش كثير من اهتماماتي. حلو. أوكي النتيجة 9-9 تعادل وتعادلنا أنا وياكي وبما أنه تعادلنا أنا وياكي والأمور 100% إحنا التحدي هيك فير والأمور تمام. يلا هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت.